فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من البلاء الذي نعيشه اليوم في عباداتنا أن لا نعتني بوضوئنا كثيرا. الواحد منا يتوضأ وهو لا يشعر أنه يتوضأ، وبعضنا ربما وصل إلى التقصير في الوضوء فترك بعض أعضائه لم يصبها الماء. والخير لنا أن نحسن وضوءنا وأن نعتني بوضوءنا. رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء، ذهب إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة فصلى فيه الفجر ثم عقب بصلاة الضحوة، يعني في وقت جواز الصلاة. ومعنى ذلك أنه بقي في المسجد يذكر الصلاة، يذكر الله. فلم يكن بين صلاة الفجر وصلاة الضحى منه لغو ولا كلام دنيا، بل صلى الفجر ولما فرغ شرع يذكر الله، فلما حلت الصلاة صلى صلاة الضحى. فهذا أعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فإنه سرعان ما يذهب إلى بيته، ما الوقت إلا يسير، ولكنه يعود بغنيمة عظيمة.